يعني مش بعده يا اختي تلبسك الخير. انت يا ولية عاملة زي برج المراقبة، مفيش حاجة بتستخبى عليكي ابدا. اصله حلو في رجليك، عامل لك منظر يا اختي. بنقول ايه؟ ما تعلقي له جراس. احيه انت عاوزة تجرسيني يا امينة واني اللي عداك اختي؟ اختك؟ لو كنت اختك كنت شفتيني بخلخال، خلخال حلو زي اللي هياكل من رجلك حته ده. بلا خيبة، حسدوا لقرة على شعره. خدي يا اختي، خدي وبطلي عينيك، دول اللي عاوزين يتخزقوا. عجبت الحاجة يا معلمة رايا؟ بتي يا عزيزة، ليكي وحشة يا بنت. فين؟ ازيك يا معلمة رايا؟ فينك يا قليلة الأصل كده برضه، تقول عليك العشرة والعيش والمال؟ غصب عني يا معلمة رايا، انت عارفة يا اختي لقمة العيش تخلي الواحدة ما تهمتش، تفضل تبرم تبرم كده زي النحلة. يا حلوة يا حلوة، انت باين قشيتك بقت معدن اهو. انت مش شايفة البطال يا بنت؟ حاجة مرة يا معلمة. انت يا اختي ست العارفين. ست العارفين منين يا مار؟ انا اختي مشيت في البطال قبل كده. لهو يا اختي اقطعني يا معلمه، مش قصدي. اسره انت كنت رايحه فين؟ انت اللي رايحه فين؟ انا كنت بنتفرج كده، ممكن تعجبني حاجه كده ولا كده. اذا كنت عايزه تشتري حاجه انا عندي السيخ بتاعي واني رايحه له دلوقتي، بس ما اقولكيش يا اختي على ذمته، مفيش انضف من كده. انا عندي اللي انضف منه اهو، تعالي وانا ادخلك عنده. لا معلش، اصل السيخ بتاعي في بيني وبينه حسابات. وعلي مش هنشوفك ولا ايه؟ ده انا يا اختي متجننه عليكي من ساعه ما شفتك. حبيبتي يا اختي لو خلصت بدري من عند السايخ هنعدوا عليكي. طب بس ما تعوقيش، وفي حاجه عايزه نقولها لك، لازم تديني ميعاد من قبليها عشان خاطر نعمله حسابنا كده ونقوموا معاكي بالواجب. خلاص هنجيلك لاجل ما نشوف الست سكينه. حبيبه قلبي حاتم هي وحشاني قوي يا معلمه ريا. العواف بقى مستنيينك. مين نصيب فيكي يا عزيزه؟ وليه مبدعة عدت ولا كأنها شايفانا؟ دي حتى ما قالت لناش العواف. ايه؟ كنا بيتين في حضنها الولية دي ولا ايه؟ يا اختي تلاقي دماغها فيها حاجة، حكم اختي رايا ما يكون دماغها فيها شغل ما بتشوفش غيره. لو جت على الشغل ده احنا نفرحوا لها. يعني اكون يا بنت مين يعني؟ السفيرة عزيزة؟ ايوه، ده انت ما تشوف عنك الحجاب بقى. هي عزيزة هز يا ويل، فاكرها؟ ايه اللي فاكرها؟ ودي مين ينساها؟ هتقولي بس دي اشلانه وبتموت على القرش. لا لا ما اقولكش حاجه تانية خالص، تبقى مش مصدق. اه طب خش في المفيد. كردان بدور واحد بس عريض حلو كده، جزمة برين وحلق وخلخال فضل. بس ده مش قليل يعني، يقطعوا كام دول؟ مش مهم يقطعوا كام دلوقتي، هم يفكوا الدبكه اللي احنا فيها لغايه ما نقع على حد سقع. مش كل مره تسلم الجره يا حسب الله. وبعدها لك يا عبده، هو اللي نقولوه ونعدوه؟ ما هو لما نتحمله روح لازم يبقى قصادها حاجه تستاهل، ما نروحوش المشنقه على حاجه ما تستاهلش. ادي احنا بنقوله يعني تصبيره على ما نلاقي الغموس، وبعدين دي مقطوعه من شجره، لا اب ولا اخ ولا ام ولا جوز، يعني يلا كلبه وراحت. سيبك منه، خدت معد. هي راحت الساغه تشتري حاجات وهتعدي علينا وهي جايه. الساغه؟ ها سمعت؟ يعني في زياده. خلونا في المفيد، عبد الرزق وعربي فين؟ يعني ما نعرفش، هما بيغطسوا لما بيدقوا بيقبوا. لا ده انتوا اللي تقبوا وتغطسوا وجيبوهم من تحت تقطيع الارض، انيش اي ما يروحش على فشوش. الحرمة دي لازم تبات في ريح اخواتها الليل. بالاذن يا اختي، خمسة ورجعات. اذنك معاكي يا اختي. رايحة على فين؟ على بيت علي بيك كبير. مين المرة دي؟ لما نخرجوا من الحارة هنقولك. ليه؟ هي من الجيران؟ من كتم يا بنت اللي طلعها قدام. الله.
ملعب عبد الرازق فين؟ حسب الله راح يجيبه. يا اختي عبد الرازق ده مش هتشوف وشه غير لما يصرف كل مليم من فلوس صاحبتك نازله. مش بعدها لك يا سكينه، انت شاربه ولا ايه؟ شاربه من كعاني. تشربي من كعانك ليه يا حبيبتي؟ قال لها دلوقتي بتشربي كونياك بدل السوكولانس اللي كنت بتشربيه. أنا بنشربه سوكولانس ليه؟ ما كفايه بتشربوه للنسوان اللي بنموتوه. اقفلي بقك وحياه امك، انا عارفه مفيش حد هيجرنا الاضانه الا لسانك وسكرك. ياما نفسي كان قلبي يبقى زي قلبك. انت كمان هتقري على قلبي؟ الحسد اتغاجر على ظل الشجر، ياكش بس الوليه تصدق وتيجي. بقيتي بتنشني على اللي مخوياهم بالعيش والملح يا ريا. طبعا اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. عند في النافوخ تاخد نفس يا ولية. إلهي انقطع نفسك يا بعيد أكتر ما هو مقطوع يا راجل يا مسطول. لم نفسك حبة، هي في حاجة جابتك ورا ولحست مخك غير الحشيش اللي انت بتتنيل وتشربه ده؟ بتدوري على حد يا شابة؟ هي المعلمة سكينة مش هنا ولا ايه؟ تلاقيها يا اختي خدت اختها وراحت البيت التاني. عارفاه؟ ايه اللي عارفاه؟ عارفاه طبعا. خد يا بنت يا بديعة، ها عندك بديعة اهي، اصطفلي معاها. عاوزة ايه؟ مش انا اللي عايز. ازيك يا بنت يا بديعة؟ هي امك مش في البيت يا بنت ولا ايه؟ انا مندوره عليها. طب تعالي بينا نروحوا لها البيت التاني يلا. طب هاتي قرش ابيض وانا نروح. احيه اكفي القدره على فمها. تعالي يا اختي معايا وانا نجيب لك نداغه. نداغه؟ نداغه ده ايه؟ طب هاتي تمنها وانا اللي بقى نحصلك. ليه مش باين لها مجاي؟ ده عوقت قوي. سهليها تسهل. الولايه دي قعدت عندنا في البيت وكلت عيشنا وملحنا يا راي. احنا هنعملوا فيها حاجه؟ ده احنا هنريحوهم الدنيا ببلاويه. ده احنا بنعملوا فيها معروف. العواف عليك. يعافيك يا اختي يا حلوه يا حلوه. يا معلمة خطوه عزيزه يا عزيزة. ازيك يا معلمة سكينة؟ ازيك يا اختي. ازيك يا عزيزة؟ وسيدي عماد ليكي وحشة. انت يا اختي ايه اللي حدثك بس علينا النهاردة؟ يكاتك ايه يا سكينة؟ مش تبطلي يا بنت الخمرة اللي بتاخديها بالنهاردة هي، انا اللي قلت لها فوتي. رحتي يا اختي الصاغة جبتي ايه؟ ما جبتش حاجة. ايوه ما فيش حاجة يا اختي عجبتك خالص. انا بعد ما سبتك رحت للسايخ لقيته في مصلحة بره الدكان وهيرجع قرب المغربية. قلت في عقل بالي نيجي نستنه عندك شوية. يا اختي كنت استنيتي في الدكان احسن لي. جرايه بت اصلها يا اختي خايفة عليك من المروح والمجي قلبها عليك. احنا دلوقتي هنشيعه ونجيبه اكل ونجيبه شرب ونعمله معاكي احلى واجب. يلا يا اختي يلا يلا. روحي لعبد الرازق شوفيه قولي له اني عايزاه. عبد الرازق؟ أني ما نعرفوش حد بيشتغل وياكوا اسمه عبد الرازق. ده مستجد هنا، جه بعد ما مشيتي يا اختي. طب روحي قولي له يجيب الزبائن ويجي على هنا. ما هم هيجوا على هنا، هو في مطرح تاني ينفع غير هنا؟ ايوه عليك يا عزيزه بنتي مرزقه، ده احنا رايح جايينا زباين بيموتوا في الانس والفرفشه
وطلبهم واحدة بترقص. شفتي النصيب؟ تعالي يا اختي تعالي. يا تعال. ايه العبارة يا حسام الله؟ استنى اما نقوم ونشوف. يا سكينة يا سكينة، في ايه؟ رايحة على فين؟ رايحة عند كرياكو ناخد كافيه. أنا طب والشغل؟ شغل شغل ايه يا ابو شغل؟ طب هو فين عبد الرازق؟ أني حنقوم بقى. يا هو ما تقعدي على حيلك يا ولية، مستعجلة على ايه؟ يا اختي لا شفنا اكل ولا شفنا شرب ولا حتى الزباين اللي قلتي عليهم جت. ما تصبري على رزقك، زمانهم جايين باين عايزين يعملوها سهره. سهره؟ لا يا اختي انا عايزه نلحقوا سايق قبل ما يسك. ما تستني لبكره، ان هي ساعه هتشير. اصل انتي مش عارفه، انا كنت متفقه معاه نشتروا منه جوز لواشات ونديله الكردان ده. يا حلوه يا حلوه، وندفع له حاجة كل ما يكون معانا فلوس، وما نستلموش إلا ما نسدده تمنها. هو انت كنت ناوية تدفعي له كام النهاردة؟ 3 ريال، وخايفة يا أختي نصرف الفلوس اللي معانا يقوم هو يبيع الغواشات أو يضرب عوافي على الفلوس اللي خدها مني. أصلاني كان غرضي تستني لبكرة، يعني هو بكرة يفرق إيه عن النهاردة؟ وبدل ما تدفعي له 3 ريال تدفعي له 4 يمكن أكتر. ومنين ده كله؟ من الزباين. انت مش هترقصي لهم وتفرفشيهم؟ خلاص يدفع. هيتاخروا؟ ما يتاخروا، كله بتمن. لا يا اختي احنا كده مش هنعرفوا نروحوا. باتي هنا. فين؟ هنا هنا وبراحتك. عايزه تباتي هنا باتي، مش على هواكي المطرح يودوكي مطرح تاني تباتي مع البت بديع، واني وهي حسب الله نباتوا هنا. يعني عايزه راحتك. يا وقت الشكر برضو يا سكينه. مش عاوزه نبقى فايقه. لقيته عبد الرازق؟ اهو حسب الله جايبه في ايده وجاي اهو. فوق نفسك بقى، احنا مش عايزين شوشره. خلاص انت بقيت زيهم. لم نفسك يا سكينه، خلي الليله السودا دي تعدي. انتوا واقفين كده ليه؟ واحنا ايه مش هنشتغلوا؟ تسبق انت يا سكينه، يلا تسبق. بس هتروح على فين؟ بقول لك يا حسام الله، احنا عايزين نخلص من العباره دي. انا العباره دي تقصف لهم. اخبار ايه؟ ورا لك ايه يا عبد العال؟ بقول لك ايه، احنا هنوصلوا نجيب شرب، وانت تاخد سكينه واعرابي وتسبول. حاضر، يلا يلا يا سكينه. يلا اعرابي يلا. اشرابي يا عزيزه. الله 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 الله. اشربي اشربي. ايوه شربها ايوه. لا حلوه ايوه. الله الله الله. تعال يا سوحه حلوه. اشربي اشربي الله يحفظك. هو هنا ده اللي رحت لكم هناك. طب ما احنا هنا. عبد الرازق الزباين ما جوش معاك ليه يا عبد الرازق؟ هم جايين ورايا، انا سبقتهم عشان نأمنوا على العروسه. ما تقعد تاخد لك كام؟ واحنا قعدنا خلاص. المعلم عبد الرازق على سن رمح. هو ده اللي هيجيب الزباين؟ لا ده بقى اللي بيجيب الكحل من الحيط. يا عزيزه ما تقومي ترقصي لنا شويه، ولا احنا يعني مش وش فرفشه. لا لا
ما متقولش كده خالص، ده انت مقامك كبير عندي قوي يا محمد. ده انا هقوم دلوقتي. ما تقومي يا سكين، قومي يا اختي هاتي الطبلة وتقل. قومي يا عبد العال هاتها انت، استناني مش قادرة نقوم. لا خليك انت يا عبد العال، ثاني هنجيب الطبلة وندقل. يا رب.